أهلا بكم. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن العراق في هذه الأيام يمر بمرحلة خطيرة جدا من تاريخه المعاصر، بعدما أوصله النظام السياسي الحالي إلى أوضاع كارثية ومأساوية لا يمكن وصفها. وأضافت الهيئة في رسالة مفتوحة إلى شباب ثورة تشرين إن الشعب العراقي على مدى سنوات طويلة لجأ إلى كل الطرق الرفض والتعبير عن رأيه، فتظاهر واعتصم واحتج ثم قاطع أخيرا الانتخابات الماضية مقاطعة هي الأكبر منذ الاحتلال في العام 2003، في مؤشر واضح على تصاعد نسبة الوعي ووتيرة النقمة على النظام المحاصص الطائفي، حتى بلغت الأمور نقطة حرجة لا عودة عنها، فانفجر غضب العراقيين عبر شبابهم في انتفاضتهم الرائعة في مطلع تشرين الأول لتضع العراق على أبواب التحرير بتضحيات شبابه ودعم العراقيين جميعا لهم. مضامين رسالة هيئة علماء المسلمين المفتوحة إلى شباب ثورة تشرين هي ما سنبحثها في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الذي أرادت هيئة علماء المسلمين قوله في رسالتها المفتوحة إلى شباب ثورة تشرين في العراق؟ ولماذا اعتبرت الهيئة تفجر هذه الثورة مؤشرا واضحا على تصاعد نسبة الوعي الوطني ووتيرة النقمة على النظام المحاصص الطائفي؟ وهل فعلا ستنجح هذه التظاهرات في تغيير المسار السياسي في العراق باعتبارها فعلا جماهيريا غير مسبوق، رافضا لكل الجهات المتنفذة سياسيا ودينيا وفق رسالة الهيئة؟ وكيف وضعت ثورة تشرين شركاء العملية السياسية في هذا المأزق الكبير وأججت الصراعات بينهم وجعلتهم في حيرة من أمرهم في كيفية إنهاء هذه الثورة كما تقول الهيئة في رسالتها المفتوحة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، حامد الصراف. والحمد لله. ما استشرفته هيئة علماء المسلمين في العراق بناء على قراءة دقيقة لواقع البلاد يظهر جليا في سنوات الغزو العجاف، وعلاج هذا الواقع دللت عليه الهيئة في خطابها العام، حتى وعاه العراقيون وأيقنوا أن لا خلاص إلا بثورة تزيل العملية السياسية بكاملها نظاما وعقلية. وعلى واقع ثورة تشرين التي وضعت يدها على الجرح ونادت بإسقاط النظام كحل لا بديل عنه، وجهت هيئة علماء المسلمين رسالة للشباب المنتفض تبارك جهوده وتناصر سعيه وتمتدح وعيه السياسي، من حيث أن الوطنية هي خطاب العراقيين الأحرار وظلت راسخة في أعماق نفوس العراقيين رغم كل مكائد الطائفية والعرقية التي حاكها الاحتلال بحبال أتباعه من شركاء العملية السياسية. الجرائم البشعة التي ترتكب بحق العراقيين جميعا. رسالة الهيئة إلى ثوار تشرين جاءت من صميم نهجها المعهود منذ تأسيسها، ولم تكن استحداثا لتقدير الموقف بقدر ما كانت تأكيدا على ثبات الموقف مما يخص حاضر العراقي ومستقبله. لثورة تشرين غاية الأهمية عند كل العراقيين المتطلعين إلى بناء وطن يحقق العدالة والمساواة بين أبنائه ويخلصه من أنياب الكتل والأحزاب المرعية من الاحتلالين الأمريكي والإيراني، فهي ثورة وضعت الشعب العراقي على سكة النضال وحشرت شركاء العملية السياسية في زاوية الحقيقة، حقيقة تقول إن صلاحية حكمهم انتهت ولم يعد بالإمكان إعادة تدويرهم لخداع الشعب مرة أخرى. تنادت الكتل والأحزاب ودخلت في حالة طوارئ يلوم بعضها البعض، وأدركت أن السم الذي أذاقته العراقيين على مر أكثر من 16 عاما آن الأوان لأن تذوقه، وهي مجردة من الوطنية منبوذة على أعتاب أبواب صانعيها في طهران أو واشنطن. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في مضامين رسالة هيئة علماء المسلمين المفتوحة إلى شباب ثورة تشرين في العراق.
ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا أيضا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد صرف. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. هذه المرة سنبدأ مع دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وهو موجود في يعني من عمان. دكتور، ما الذي أرادته هيئة علماء المسلمين أن تقول لشباب ثورة تشرين في هذه الرسالة المفتوحة التي وجهتها لهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام، ومن خلال شاشتكم الكريمة أحيي جميع الشباب المنتفضين في جميع الساحات في محافظات العراق ومدنه، الثائرين على الباطل، المطالبين بحقوقهم المسلوبة منذ سنوات. هذه الرسالة هي رسالة، أولا رسالة تأييد، ورسالة تثبيت، ورسالة تأكيد. تأييد لهؤلاء الثوار لما يقومون به وللشعارات التي رفعوها ولمطالبتهم بهذه الحقوق وثورتهم ضد الفاسدين، وتثبيت لهم على البقاء على هذه المطالب والاستمرار في هذا الطريق، طريق المطالبة وعدم الجنوح إلى استجداء الحقوق أو القبول بالحلول الترقيعية. ثالثا تأكيد لأن هذا النهج أو هذا الذي وصلت إليه وعي الشباب ووصل إليه هؤلاء الثوار من بعد ضغوط طويلة، هذا الذي هو ديدن الهيئة، خطاب الهيئة، نهج الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال والمناهضة للعملية السياسية منذ الأيام الأولى إلى يومنا هذا. فنحن منذ الأيام الأولى نطالب ليس ما يسمى بالإصلاح، وإنما باقتلاع هذه العملية السياسية، برفض الاحتلال، برفض جميع ما جاء مع الاحتلال، ولا بد أن يكون هنالك البديل، بديل وطني وليس صناعة من قبل الاحتلال، ليس عملية سياسية يفرضها المحتل الأجنبي، وليس بهذه الوجوه وهذه المشاريع التي جاءت بالويلات على الشعب العراقي. فمنذ الأيام الأولى نحن قد شخصنا هذا الواقع، ولذا اليوم يفرحنا أن الشباب قد وصلوا إلى هذه النتيجة من أنه تشخيص الواقع وتشخيص العلاج لهذا الواقع، وهو اقتلاع العملية السياسية من جذورها والبدء بعملية سياسية جديدة، عملية وطنية يقوم بها أبناء العراق وتقوم على أسس صحيحة وتضمن لجميع العراقيين حقوقهم والذي يتمنوه، وحتى يكونوا أيضا مثل بقية الشعوب التي تتنعم بخيرات البلاد وبالأمن والأمان. وللأسف نحن منذ سنوات مسلوبين هذا الأمن والأمان والخيرات وغيرها. نعم دكتور رافع الفلاحي، أيضا هيئة علماء المسلمين في رسالتها المفتوحة إلى ثوار تشرين قالت أنه هذا أن تخاطب الثوار أنكم أدهشتم العالم كله بهذا الفعل البطولي، الأصدقاء قبل الأعداء، وأرسلتم رسالة قوية وواضحة إلى العالم بأنكم يعني رجال هذه المرحلة. هل فعلا الرسالة وصلت إلى العالم؟ سمعها العالم؟ إذا كان قد سمعها العالم، وما المقصود بالعالم الرسمي أو الشعوب، هل تعتقد أنه الآن هناك تفاعل يستحق أو يرتقي إلى هذا الحدث الكبير في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أستاذ ماجد، ربما يعني دعني يقول أيضا إضافة لما قاله أخي الكريم الدكتور عبد الحميد، يعني الهيئة قالت بالنص يعني في مجمل هذه الرسالة، قالت إنه التغيير ليس نزوة، نزوة فكرية، ليس نزوة فكرية أو مطلب لمجموعة معينة صغيرة في العراق. التغيير هو مطلب جماعي. العراق منذ ما يقرب من 17 سنة من كارثة إلى كارثة، من أزمة إلى أزمة، وصل إلى مرحلة لا يمكن القبول بها، لا يمكن احتمالها. فلذلك خروج الشباب بهذه الطريقة، وقد خرجوا من عام 2003 لغاية 1 تشرين عندما خرجت التظاهرات، كانت هناك تظاهرات كثيرة وقمعت، ويعني
واجهوها بالحديد والنار عبر كل هذه حكومات الاحتلال المتعاقبة، وآخرها كان المالكي وغيره والعبادي، وكلهم واجهوا هذه التظاهرات. الحقيقة يعني عندما تحدث الهيئة أنه العالم يسمعكم، العالم يراكم الآن، حقيقة الأمر أنه العراق طوال 17 سنة حاولت الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت العراق وكل قوى العملية السياسية هذه التي اشتركت في هذه الجريمة الكبرى ومعها إيران أن يبعدوا العراق إلى الظلمة، أن يدفعوا بالعراق إلى العتمة، لا يراه أحد، لا أحد يسأل عليه. وحقيقة وصلوا إلى حالة يعني خلال السنوات، على الأقل سنوات الخمس الستة الماضية، بدأ حتى في أخبار التي تتداولها الفضائيات العراق لا يأتي في ذكر هذه الأخبار، يعني لا يأتي ذكر العراق في أي من نشرات الأخبار، أو لا أحد يتحدث عن العراق، وكأن العراق وحتى في الدول حكومات الدول تتحدث عن العراق ربما في مناسبات يعني بعيدة جدا، ولا تأتي على ذكر الكارثة التي حلت بالعراق. بعد والكارثة عاد إلى صدارة الإعلام. هذا الذي أكدت عليه ما فائدة أن يعود العراق إلى صدارة الإعلام، إلى الأضواء، إلى نشرات الإعلام؟ هذا ما أكدت عليه الهيئة. أكدت إنه هذا الشباب، وباركت الشباب هذا الجهد، لأنه سحب العراق بقوة من الظلمة إلى تحت الضوء. أعاد العراق إلى بؤرة الضوء وقال للعالم كله تعالى وشاهد الكارثة التي حلت بالعراق منذ احتلاله لحد الآن. العراق بلد متخلف، بلد يسوده الفساد والخراب والدمار، لا دولة فيه، لا نظام فيه، لا قانون فيه. هذه كلمة الديمقراطية والحرية كلها فارغة جوفاء، ليس هناك من حرية، ليس هناك من ديمقراطية، بدليل أنه البشر أهل العراق، شباب العراق عندما خرجوا واجهوهم بالنار والحديد، وقتلوا أكثر من 300، واعتقلوا الآلاف وجرحوا الآلاف، والآن العدد يتحدثون عن 16 ألف جريح، وأكثر من 600 إلى 700 شهيد، وتحدثون عن 6000 إلى 7000 معتقل. الحقيقة اعتقال واختطاف وقتل واستخدام كل الأسلحة، هذا كل العالم لم يكن يعتقد به، وكثير من الحكومات تعتقد أن العراق ديمقراطي، ورؤساء الحكومات والسياسيين بيتحدثون عن أنهم تجربة ديمقراطية رائدة، وأنهم كتبوا دستورا رائعا، وكذبة كبيرة، أرادوا أن يعيشوا العالم في هذه الكذبة الكبيرة. هؤلاء الشباب مثلما تحدثت رسالة الهيئة المفتوحة، أعادوا العراق إلى تحت الضوء ليقولوا للعالم هذا هو العراق. نعم، التجاوب الآن لحد الآن ليس بالمستوى المطلوب. لحد الآن هناك تخوف، هناك تجبجب، هناك الهراوة الأمريكية، هناك الهراوة الإيرانية، هناك الكثير من الالتباس، لكن استمرار هذه التظاهرات، استمرار هذه الانتفاضة، وصولها إلى مرحلة الثورة سيجبر كل القوى إلى أن تتابع العراق. الآن العراق بدأ يصدر نشرات الأخبار، وهذا دليل صحة، دليل أن العالم سيرى أن العراق ليس كما يعتقد، وهذه التجربة الأمريكية التي قالوا عنها تجربة رائدة وستكون مثالا في كل الدنيا، هي تجربة بائسة رثة لا يمكن القبول بها، وشعب العراق لن يقبل بها. على ذكر العراق، عاد إلى صدارة الأخبار وتسليط الضوء يعني عربيا وعالميا. دكتور، نسأل دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. أولا مساء الخير دكتور حامد. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا، خليني أقتبس لك بعض من مقال كتبته صحيفة نيويورك تايمز عن العراق. تقول إن الاحتجاجات ورد فعل السلطة العنيفة عليها أدى إلى تمزيق أسطورة الطائفية كمبدأ منظم للسلطة السياسية، إذ لم تحقق الطائفية التي ترعاها الدولة بعد عام 2003 الحماية، لم تحقق الحماية والتقدم للمواطنين في العراق. وتمضي طبعا الصحيفة وتقول المشكلة هي في النظام السياسي الذي فرضته الولايات المتحدة عام 2003، والذي أسس للكذبة الكبرى، والتي تقول إن العراقيين لم تكن لهم هوية وطنية موحدة، وأن هويتهم الغالبة كانت طائفية أو عرقية، شيعة، سنة، أكراد، وطبعا عزل المسيحيين والأزيديين وبقية الأقليات في العراق. السؤال، هل تعتقد أن قوى العملية السياسية الطائفية آمنت الآن بعد ثورة تشرين أن هذا الأمر حقيقي،
أن هناك هوية، أن هذا اللعب على خطوط الطائفية لم يعد مجديا، كان ربما له أسواق من 2003 حتى ثورة تشرين، أما زالت ربما بيأس تحاول أن ترمم جدران الطائفية وخطوطها باعتبارها المنقذ الوحيد لهم؟ شكرا جزيلا أولا على الاستضافة الكريمة. الحقيقة المداخلة اللي تفضلت بها عن الصحيفة الأمريكية لم تعد تجدي نفعا مع الأوضاع المتسارعة والتطورات اللي يقودها شباب العراق، لا تقودها بعد صحيفة أو حكومة أي دولة كانت في المنطقة كبرى إقليمية أو دولية. الآن اللي صنع المجد وصنع هذا التاريخ المشرق هي صورة الشباب اللي أكسوها للخارج، يعني الطائفية بالحقيقة لم تكن موروث لا اجتماعي ولا سياسي ولا اقتصادي ولا حتى تاريخي. الدولة العراقية تأسست بال21 دولة كانت بها أسس مدنية حضارية، لم يكن هناك فرق بين مكونات أو أطياف الشعب العراقي على الأطلاق، يعني كان اليهودي هو وزير مالية وكان المسيحي وكان الكردي والتركماني والعربي، لم يكن هناك سني وشيعي. تأخذ بجد هذه التوصيفات اللي أتوا بها شذاذ الآفاق من السياسيين بعد 2003 واستغلوها استغلال بشع. الشعب العراقي رفضها منذ الأيام الأولى، وبدليل أنه حتى مع غياب السلطة للنظام السابق بالأيام الأولى لم يكن هناك لا اقتتال ولا هناك خلافات. العراق كان بدون سلطة الدولة، ولكن كان هناك تعايش حقيقي بين مكونات الشعب العراقي. استمرت الأيام إلى أن جاءت ب منظومة جديدة بحكومة بريمر ومجلس الحكم والجمعية الوطنية، ما سموها الجمعية الوطنية، والتقسيمات الطائفية، رغم أنه الدستور ما كان ينص نهائيا، ورغم كل العيوب اللي موجودة والألغام اللي موجودة في الدستور الحالي لم يكن هناك تقسيم طائفي بمعنى هناك رئيس جمهورية كردي ورئيس برلمان سني ورئيس مجلس الوزراء هو شيعي. هذه العملية مرفوضة الآن. وبعدين أيضا التسمية، أيضا تسمية الاحتجاجات، هذا توصيف ما عاد ينفع الآن، تجاوزتها الأيام وحتى الساعات الأخيرة، أثبتت أنه ثورة العراق هذه ثورة وليست احتجاجات وتظاهرات واعتصامات وانتفاضة فقط. احنا فقط نقلنا النص، متفقون معك. أعرف لكن يعني حتى الاجتهاد في موضع النص يعني اقتبسناه تقريبا يعني كاملا. نعم، مشكورين عليه، وهو هذا بالعكس، هذه مبادرة جميلة منكم أن تقتبسون نص لا يتناسب مع مجريات الأمور في عراق اليوم، حتى احنا ايضا الآخرين يعرفون القوى الدولية بالعالم والقوى الإقليمية تفهم مجريات الأحداث على حقيقتها. وأشير لك إلى هذا الصدد الآن، الثورة العراقية بدل ما تصدر ان ثورة او سموم طائفية من الجارة إيران، الآن بالعكس الثورة العراقية هي اللي تم نقلها بأمانة بطريقة مدنية وطريقة وطنية حقيقية إنسانية إلى الجارة إيران، بدليل أنه بس الجماعة بإيران أيضا وصفوا هاي التظاهرات أنه أيضا ملثمين ومندسين وقد بها طرف ثالث وبها قنص، هم دي يسولفون هيك. صحيح، هذا هو اللي هذه علتهم، هذه مشكلتهم، وهذا ديدنهم أنه يتحججون بأساليب وبحجج واهية ليس لها علاقة أو صلة بالواقع الحال اللي يعيشه الشعب الإيراني أيضا. ونحن مقبلين على تغيير ليس فقط في العراق ولبنان، وأنا أشرت على قناتكم الكريمة في حلقة سابقة أنه هناك ثورة ليس فقط في العراق، وأنه ثورة في لبنان وثورة في إيران ستكون. المنطقة مقبلة عزيزي على تغيير جذري. الآن الكلمة للشعوب وليست للأنظمة، هذه هي الحقيقة، خلاصة ما تمر بي المنطقة الآن وحتى العالم. أشكرك، ممكن أن يستسلم إلى هذا الواقع. نعم، دكتور عبد الحميد العاني، أيضا ورد في رسالة الهيئة المفتوحة إلى ثوار تشرين أن الهيئة اعتبرت هذه أو تفجر هذه الثورة مؤشرا واضحا وجليا على تصاعد نسبة الوعي الوطني ووتيرة النقمة على النظام المحاصصي الطائفي. هل يعني أن العراق
بعد ثورة تشرين ليس العراق الذي قبل هذه الثورة؟ نعم بالتأكيد، يعني كل المجريات اليوم تشير إلى ذلك، ابتداء من أصحاب هذه يعني أصحاب المأزق في العملية السياسية، هم يشيرون إلى مأزقهم الحقيقي هذا ويعترفون بهذا الأمر سواء كان تصريحا أو فعلا. العراق اليوم ليس كعراق الأمس، العراق اليوم ليس قبل كما هو قبل هذه الثورة. لماذا؟ لأنه كما جاء أيضا في رسالتنا هي قضية الوعي، ارتفاع مستوى الوعي هذا المتصاعد يوما بعد آخر. هو جاء اليوم ليكمل حلقات سابقة والتي بدأت بوادر هذا الاكتمال النمو في الوعي في المقاطعة الأخيرة، الانتخابات الأخيرة حينما كانت مقاطعة مقصودة من قبل أكثر من 80% من أبناء الشعب العراقي، وقالوا في حينها أن المقاطعة هي بسبب تشخيصهم لهذا الفساد، أن العملية السياسية ليست الأشخاص، لم تكن هنالك، لم يكن اعتراضهم على الأشخاص إنما على العملية، على المنظومة بكاملها. لذا اليوم شعارات هؤلاء الثوار في هذه الساحات يتناسب مع هذا الأمر، وهو أن الخلل هو في المنظومة وليس فقط في الأشخاص. لا نزكي الأشخاص، لا، الأشخاص هم الأدوات المنفذين تنفيذا جيدا لهذه المنظومة الفاسدة. لذا الثوار اليوم يطالبون باقتلاع العملية من أسسها بأشخاصها، وليس كما كان البعض يحاول في سابق الأيام أنه يخدع الناس بأنه تقتلع جهة معينة أو يقتلع أو يستبدل بعض الأشخاص لأشخاص آخرين. اليوم شباب العراقي جميعا اليوم متفقون على أن الخلل هذا، ولذا أيضا نتيجة هذا التشخيص يأتي مقترح بالعلاج. العلاج الجزئي، الحلول الترقيعية لم تعد مقبولة، ترفض رفضا كاملا من أبناء الشعب العراقي، ولذا لا بد أن يكون البديل هو عملية سياسية وطنية حقيقية، ليست شعارات ترفع أو يتاجر بها هذا الشخص أو تلك الجهة، بل عملية سياسية نابعة من أبناء العراق. والعراق ولله الحمد يمتلك كفاءات كبيرة جدا تستطيع أنه تصل إلى هذا الأمر، إلى هذه النتيجة. هذا الوعي، هذه النتيجة، هذا التشخيص، واليوم ما وصل إليه العراق بالتأكيد جعل العراق اليوم في مكانة لا يمكن أنه يستطيع أحد أن يعود بهم، بأبناء العراق يعود لهم بهم إلى الوراء، حتى لو لا سمح الله تعالى استطاعوا بالقوة والنار أنه يحيدون هذه الساحة أو يمنعون هذه الساحة، كما نرى اليوم من مجازر كبيرة تتم خاصة في مدينة الناصرية. نعم. يحاولون القضاء عليها، لكن نقول أن هذه الفكرة قد ولدت، والفكرة لا يمكن أن تموت بسهولة، والأبناء العراقي اليوم مصممون على المضي في طريقهم حتى تتحقق أحلامهم بإذن الله تعالى. أشكرك. طبعا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في مضامين رسالة هيئة علماء المسلمين المفتوحة إلى شباب ثورة تشرين. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في رسالة هيئة علماء المسلمين المفتوحة إلى شباب ثورة تشرين. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور حامد أصرة. دكتور رافع الفلاحي، أيضا ورد في الرسالة تفاؤل كبير جدا من قبل الهيئة فيما يخص هذه التظاهرات، أن هذه التظاهرات أو الانتفاضة أو الثورة ستنجح أو المعول عليها في تغيير
المسار السياسي في العراق ما بعد عام 2003 باعتبارها فعلا جماهيريا غير مسبوق ورافضا لكل الجهات الدينية والسياسية التي برزت بعد مرحلة ما بعد عام 2003؟ تفاؤل كبير جدا يعني. نعم أستاذ ماجد، من حق الهيئة وكل القوى، هيئة علماء المسلمين وكل القوى المناهضة للعملية السياسية وللاحتلال، أن تتفائل، والشعب العراقي كله من حقه أن يتفائل. السبب التالي إنه دكتور، التفاؤل كبير جدا على هذا الحراك، وكأنه لم يكن هناك ربما تفاؤل بهذا الحجم على حركات سابقة في مرحلة ما بعد 2003. سأقول لك لماذا. نعم، طوال فترة التي سبقت يعني انتفاضة تشرين وما بعدها يعني لغاية 1 تشرين، حثت كثير من خرج الشعب العراقي، خرج بالتظاهرات، عمل يعني كثير من المحافظات انتفضت، كثير من المحافظات ربما يعني كنا نشاهد كثير منهم نصبوا الخيم وجلسوا لأيام طويلة ولأشهر طويلة في انتظار تحقيق مطالبهم. لكن كل هذه التظاهرات ربما كانت تشوبها بعض النواقص، ربما كانت تشوبها بعض الهنات، ربما تدخلات خارجية، سمحت تدخلات، هناك أسباب كثيرة أسقطت هذه التظاهرات. في 1 تشرين الأول عندما خرجوا هؤلاء الشباب، كنا نعتقد، وهذا يعني هذا جزء من حجم التفاؤل هذا الكبير، كنا نعتقد أنه هذا الجيل الذي كثير من الناس كانوا يعتقدون أنه هذا الجيل الذي يعني عندما حصل الاحتلال كان عمره 10 سنوات أو 5 سنوات وما بعدها، يعني هذا الجيل اللي عمره 20 سنة، نعم 20 و25 سنة و24 سنة و17 سنة، هذا الجيل من كثر الثقافة الطائفية، من كثر ما شهد من كوارث وأزمات وشحن طائفي وشحن وتمزيقي وهويات فرعية وتركيز عليها، ربما انشحن بطريقة أو بأخرى غير التي يعني كانوا يتوقعها البعض. عندما خرج هؤلاء الشباب وإذا بهم الهوية الواحدة التي يناضلون من أجلها هي الهوية العراقية الجامعة، العلم الوحيد الذي يرفعونه هو علم العراق، هتافاتهم هتافات وطنية، يريدون وطن، ليس لهم علاقة بالطائفية، نبذ الطائفية. يعني كل هذه القوى العملية السياسية في الانتخابات الماضية كانوا يتحدثون نحن نريد أحزابا عابرة للطائفية، فكرا عابرة للطائفية، كذبة كبيرة. هؤلاء الشباب نفذوا هذا الكلام على أرض الواقع، خرجوا بتظاهرات وبشعارات. قوى العملية السياسية نعم، تحاول الرجوع للطائفية. نعم، لأنه في الطائفية حياتهم. نعم، العملية السياسية وقواها في الطائفية حياتهم. على ذكر الدستور اللي يعني ذكرتني وقاله الدكتور الصراف ومحق في وصف الدستور، لكن هو قال لم يأتون على ذكر الشيعة والسنة. الحقيقة هم لم يذكروا التفاصيل هذه الصغيرة، الشيعة والسنة، لكنهم بنوا الدستور كله على أساس المكونات. نعم، فهذه المكونات هي أساس خراب العراق. المكونات لم يبنوه على أساس المواطنة، والمواطنة هي أساس بناء كل دستور في الدنيا، لكن أن تبنيه على أساس المكونات وكأنه العراق حالة فريدة من نوعها، هو العراق الوحيد اللي بمكونات وبفئات مختلفة وكثيرة، ويجب أن نبني الدستور على أساس المكونات، وكأنه إيران ما بها مكونات، كأنه الولايات المتحدة هذه الأمريكية اللي كلها دولة مهاجرين وكلها مكونات مختلفة، لم تكن دولة مكونات، وكل الدول هذه فيها مكونات لكنها بنت دستورها على أساس المواطنة. فإحنا أسسونا دستور لكي يدمر العراق، لكي يدمر حاضرة ومستقبلة. هذا الشباب اللي خرج، وهذا جزء من التفاؤل، يعني كان ينادي ضد هذا الدستور، ضد هذه العملية السياسية التي أورثتنا هذا الخراب، جاءت بهذا الخراب، بهذا الدمار، بهذا الفكر التهديمي، بهذه الفكر الطائفي. لذلك التفاؤل بوجودهم، وإضافة إلى وهو السبب الرئيسي أنه من يبني البلدان في كل الدنيا هم الشباب، عماد بناء البلدان، عماد كل الفكر الجديد والقوى التي تتأسس والقوى القادرة على أن توقف أي بلد على قدميه بشموخ هم الشباب. هذا الفكر المتجدد القادر النشيط الواعي الذكي النبه، هذا هو الذي يبني. فعندما تخرج كل هذه الشريحة
وكل الإحصائيات تشير إلى أن حجم الشباب في العراق يشكلون أكثر من 65%. يعني الشعب العراقي الغالبية العظمى منه من الشباب، عندما يخرج الشباب يطالبون بالتغيير بهذه الطريقة ومصرين على أهدافهم، أنت تتفائل. فأنت تخرج الآن، أخرجت العراق الحقيقة، وكأنه بالضبط إذا ما وصفناها وصفا أدبيا لهذه الثورة، أحيت العراق من جديد، أعادت الحياة في عروق العراق. العراق كان يعني مسجع على طاولة، والكل تنهش في لحمه في جسده، وهؤلاء الشباب أعادوا العراق ليقوم من هذه الطاولة، من هذا القبر، ليقف على قدميه شامخا يتطلع إلى حاضرة ومستقبله بشكل واضح. هذا جزء من التفاؤل الآن، جزء من التفاؤل إنه هؤلاء الذين خربوا العراق سيبقون ثلة صغيرة لا يمكن القبول بها ولا يمكن الاعتماد عليهم. وكشفت كل أقنعتهم، أسقطت كل أقنعتهم بساعات، ما يعني هم 17 سنة يشتغلون على بناء هذه الأقنعة، وخلال ساعات قليلة، ربما أقل من 7 ساعات، أسقطوا هؤلاء الثوار كل هذه الأقنعة. هذا يجعل التفاؤل محط تقدير واحترام الحقيقة، وثباتهم بالساحات، ثباتهم في موقفهم هو الذي يبعث على التفاؤل. نعم دكتور حامد الصراف، يعني بعد 45 يوم من تفجر هذه الانتفاضة أو الثورة، لحد الآن الخطوات العملية الملموسة حكوميا هي المقاربات الأمنية، وفقط المقاربات الأمنية، وبقية ما يسمى بالإصلاحات عبارة عن خطاب سياسي إعلامي طبعا لا غير. الحكومة بعد يعني قتلها مئات، حوالي 600 شهيد، 15,000 جريح، آلاف المعتقلين وطبعا المخطوفين والمغيبين في السجون. هل تعتقد يعني الحكومة لا زال بإمكانها أن تبطش بهذه الانتفاضة وتنهيها، وهي التي أصبحت عنوان العراق أمام الرأي العام العربي أو العالمي، وبلغت مستويات متقدمة الحقيقة يعني من الفعل الوطني، لا زالت تأمل الحكومة أن تبطش بهذه الانتفاضة وتنهيها؟ لا بالتأكيد، الحكومة الآن في موقع دفاعي، هذا واضح جدا من تصريحاتهم، من تبريراتهم، من حججهم الواهية في قضايا مثلا على سبيل المثال الطرف الآخر أو الثالث اللي هو قام بقتل المحتجين أو الثوار. يعني هذه طبعا حجج واهية لا تنطلي على أحد، لا في الداخل العراقي ولا في الدول الإقليم القريبة الصديقة لشعبنا والمحبة لسلامة شبابنا، ولا حتى في الرأي العام الدولي. الآن تتدري أنه قوائم الآن وصلت بأسماء المسؤولين عن القتل والإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لذلك هم الآن في قفص الاتهام. القضية لم تعد قضية دفاع عن مراكزهم وعن دفاعاتهم، القضية قضية الدفاع عن مصيرهم أو التقليل من يعني اسوداد وانغلاق الأفق أمامهم، أنه هم متهمين، لذلك سقوطهم حتمي، وهذه حتمية تاريخية، لأنه من يقتل شعبه فهو غير جدير بأن يقود السلطة مهما كان. يعني حتى ولو أثبت، يريد يثبت أنه الآن حسن نوايا كمثلا عادل عبد المهدي أو غيره من القيادات الصف الأول في الطبقة السياسية الفاسدة القابضة على السلطة، الآن أعتقد كلهم الآن متهمين، وكلهم الآن أعتقد مو فقط الاتهام وإنما مدرجين على قوائم المحاكمة. دكتور هذا يقودني للسؤال الثاني على ذكر أنهم متهمون، طبعا هم يدفعون التهمة عن أنفسهم بأن من يقتل المتظاهرين هم المندسون، هم الطرف الثالث، الملثمون، دواعش، مرة بلاك ووتر وما إلى ذلك. يعني بعد حوالي 45 يوم لا زالت الحكومة تقدم هذه الرواية، إلى أن وصلنا إلى أن وزير دفاع يتحدث أنه السلاح الغازي الذي يضرب على المتظاهرين هذا ليس مما استوردته الدولة، والبنادق المستخدمة أيضا ليست بنادق موردة عن طريق وزارة الدفاع أو عن طريق الشرطة، وهذا يقوم به طرف يعني ثالث عنده أسلحة خاصة وعنده أيضا أسلحة غاز يعني خاصة. يعني هذه الرواية الحكومية المكررة من 45 يوم، يعني الحكومة تخاطب بها من؟ تخاطب الرأي العام في العراق، الرأي العام العربي العالمي، هل أحد
من هؤلاء عراقي عربي عالمي يتعامل مع هذه الرواية على محمل الجد وأنها رواية معتبرة ممكن يتعاطى معها يستمع لها برأيك؟ لا هو شوف عندنا مثل شعبي يقول العذر أقبح من الفعل. العذر هذا لا يبرر، بل بالعكس هو هذا يثير يعني شجن الشباب وثورتهم بالتصدي أكثر وبإصرار أكثر، وأيضا يزيد الرأي العربي والعالمي مثل ما يقول يعني مصداقية وإصرار وثقة بأنه اللي يجري الآن ليس في صالح هذا النظام. النظام هسه على سبيل المثال باختصار شديد، لو جريمة جنائية تحدث في أي شارع أو في أي بيت في العراق، من المسؤول في التحقيق وفي إيجاد أدلة الجريمة والمجرم المرتكب للجريمة؟ الحكومة، القضاء، الشرطة، الأجهزة الأمنية هي المسؤولة. فبالتأكيد الحكومة يعني الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة، والقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدفاع، الأجهزة الأمنية هي مسؤولة عن إيجاد ملابسات الجريمة الجنائية البسيطة. فما بالك الآن جريمة كبرى الآن أو جرائم الحقيقة تصل إلى درجة الإبادة الجماعية، لما في 600 شهيد خلال هاي الفترة، بالأيام الأولى كان 150 شهيد، يعني إذا تجمعهم تقسمها 30 شهيد يوميا، هذه تعتبر أيضا في تدرج في سياق الإبادة الجماعية المقصودة، لأنه الرمي المباشر معناتها أنه أكو قصد وإصرار. وهذا ما قالت العفو الدولية دكتور اسمعلي، العفو الدولية قالت أنه هذه القنابل التي ترمى على المتظاهرين بقصد القتل العمد وليس التفريق. لا بالتأكيد منظمة أيضا الأمنستي إنترناشنال ومنظمة العفو الدولية ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يعني هيومان رايت ووتش أدرجت هاي القضية، قالت أن هناك حمام دم في العراق يجب إيقافه. حمام دم يعني معناها أنه القضية لم تعد قضية قتل فرد أو فردين، شخص أو شخصين. يعني إحنا شفنا الآن مع الأسف الشديد طبعا أيضا للضحايا والشهداء في لبنان، سقط شهيد واحد قامت الدنيا ولم تقعد لحد الآن لا في لبنان ولا في العالم. فكيف الآن القضية أصبحت الآن في عداد مئات الشهداء، أكثر من 15,000 جريح ومصاب، قسم من عندهم إصابات خطيرة جدا، المعتقلين، يعني انتهاكات حقوق الإنسان أصبحت الآن في وضع يرثى له بالنسبة لنا إحنا كشعب، لكنه بالنسبة للسلطة المسؤولة الحكومة والأجهزة الأمنية بالتأكيد هي المسؤولة، لأنه من مسؤول عن كشف مصادر هذه الأسلحة غير السلطة؟ من المسؤول عن إطلاق النار، العيارات النارية وأشكال العيارات النارية وغيرها من الفتك بالجماهير المنتفضة الآن؟ أشكرك شكرا للأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كان معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا. دكتور عبد الحميد العاني في عمان، إلى أي حد تعتبرون أن الأهداف التي وضعها ثوار تشرين والتي طبعا عرفت عن طريق الهتافات والشعارات بإسقاط النظام السياسي، ليست عملية تعديل سلوكه أو إصلاحات، إسقاط النظام، إسقاط العملية السياسية، إسقاط قوى العملية السياسية وهذا المشروع الطائفي، تعتبرون انعكاسا أو تجسيدا للرؤية الاستشرافية للقوى الوطنية المناهضة للاحتلال ومنها هيئة علماء المسلمين؟ الآن كأن هذه الرؤية تجسدت عمليا في الشارع، في الساحات العامة، في الميادين. أيضا إضافة، ليس فقط الشعارات التي رفعت في الشارع في الساحات، وإنما أيضا البيانات التي صدرت، بيانات رسمية من قبل بعض التنسيقيات لهذه التظاهرات، ولا سيما الرئيسية منها في ساحة التحرير وغيرها، وأيضا البيانات التي صدرت من ناشطين في المشاركين فاعلين في هذه التظاهرات بعيدا عن المتاجرين طبعا. فهذه الشعارات، هذه البيانات والمطالب التي ذكرت نجد أنها متطابقة تطابقا تاما بينها وبين الخطاب الذي رفعته هيئة علماء المسلمين والقوى المناهضة للاحتلال عبر البرامج السياسية أو المشاريع السياسية التي قدمت طيلة السنوات الماضية
كحلول للخروج من المأزق العراقي اليوم، سواء كانت الحلول أو المشاريع التي قدمت إلى الجامعة العربية، إلى الأمم المتحدة، إلى البلدان المحيطة بنا، مشاريع تجمع عليها أكثر من قوى، وآخرها الميثاق الوطني التي اشتركت عليه أكثر من جهة وطنية، قوى وطنية، وكانت الهيئة أحد هذه القوى الموقعة على هذا الميثاق الوطني. نجد هنالك اليوم حينما نقرأ ونقارن بين هذا الميثاق وهذه المطالب، هذه المشاريع، وبين المطالب التي رفعها المتظاهرون الثوار وهذه التنسيقيات لهذه الثوار، نجد هنالك تطابقا تاما بين هذا التشخيص وهذا هذه المطالب. لذا هذا الذي ايضا ربما ايضا فيه جواب على سؤالك قبل قليل للدكتور رافع على قضيه التفاؤل. هذا هو يجعلنا ايضا متفائلين ايضا بانه هؤلاء قد وصلوا الى ما كنا نرمو اليه ونطالب به منذ سنوات. وايضا شيء اخر ربما اضيف الى ما ذكره فضيله الدكتور رافع قبل قليل في قضيه التفاؤل ايضا تحديدا، ان هؤلاء الثوار نجدهم اليوم قد تخلطوا من كل القيود التي ربما كان البعض سابقا تقيد بها، بما فيها بعض الأحزاب التي كانت تلعب على الحبال، أحزاب مشاركة في السلطة لكن تضع رجلا هنا ورجلا هنا، وحاولت في التظاهرات السابقة أن تحاول أن تخدع الثوار وأن تتصنع أنها معهم، ثم تركب الموجة وتحاول أن تقفز عليها وتخربها في الأخير. نرى أن هؤلاء الثوار اليوم أحد أبرز مطالبهم هو إبعاد هؤلاء المتملقون، هؤلاء المتصيدون، هؤلاء المتزلفون، هذه الأحزاب، وقالوا لهم جميعا أحزاب سياسية، رموز ما تسمى بدينية، بل حتى بعض الرموز العشائرية، اقتلعوهم جميعا وأبعدوهم جميعا عن مشهد الثورة، بل حملوهم الإثم وزر هذه المآت التي هم وقعوا فيها ووقع فيها العراق. نعم دكتور رافع الفلاحي، ورد أيضا في رسالة الهيئة المفتوحة إلى شباب ثورة تشرين أن هذه الثورة وضعت شركاء العملية السياسية في مأزق كبير، وأججت الصراعات المتفاقمة أصلا بينهم، وجعلتهم في حيرة من أمرهم كيف يتعاطون مع هذا التسونامي، كيف يقضون على هذه الثورة. فعلا هكذا الآن هم في حيرة، في تخبط فعلا؟ لا، هذه الحقيقة من أول يوم هم حاولوا، لاحظ يعني من بداية هذه الثورة حاولوا أن يقايضوا المتظاهرين بالأمن، يعني يقايضوا بحريتهم، بالكرامة، بالمطالبهم، بالتغيير، يقايضوها بالأمن. كانوا يتحدثون أنه إذا ما استمريتوا في هذا الوضع سنذهب إلى المجهول، ونحن الآن استقرار وبلد مستقر. كذبة كبيرة، إضافة إلى طرح قضية أخرى، نحن لدينا الشرعية وإحنا جئنا من يعني بلد ديمقراطي وهذه صناديق الاقتراع وصلتنا. بالحالتين المتظاهر كان لديه رؤية ثابتة وواضحة ولا يحيد عنها، يعرف أن هؤلاء أن الذهاب إلى المجهول هو أفضل من البقاء في هذا الحال اللي هو حال مجهول، هو فيه الخراب وفيه الدمار، و17 سنة من الخراب والدمار والقتل وانتهاك الحريات وتفريق الشعب وتمزيق البلد، ولا سيادة ولا استقلال ولا حرية، ومطية للآخرين البلد وثروات منهوبة وفساد وخراب في كل الاتجاهات. فالذهاب بعد إزالة هؤلاء إلى من ما يسمونه المجهول هو المعلوم، هكذا الشباب. وفيما يخص قضية الشرعية، كانوا يعرفون من البداية أن الشرعية حتى لو كان الشعب منتخبهم، حتى لو كان يعني مو 82% قاطعوهم في آخر انتخابات، حتى لو كان الشعب كله شارك بالانتخابات، لكن الشرعية ما يعطيها الصندوق، الشرعية شرعية الإنجاز. فهم فاقدين للشرعيتين، لا شرعية الصندوق هذا يتحدثون عنه وهو صندوق مزور وتحت ظروف ومظلة احتلال وخراب ودمار، لأن الاحتلال مستمر من عام 2003 لحد الآن، يقولون خرج الاحتلال لكن الاحتلال باقي، واحتلال مركب إيراني وأمريكي. فإذا صندوق الاقتراح هذا صندوق هو مزور، لا وشرعية المنجز هم لم ينجزوا شيئا، وبالتالي ضافوا إنجاز جديد، هم إنجاز القتل، هم لديهم إنجاز القتل والتخريب والتدمير وتمزيق الشعب.
فبالتالي فقدوا كل قدرة على الإنجاز إلا الإنجازات السلبية، فبالتالي فقدوا حتى يعني أي وجود لهم كطرف يمكن أن يتفاوض معهم، ممكن أن يقتنع بهم، يمكن أن يسمع لهم. لذلك ذهابهم إلى تعديل قانون الانتخابات، تعديل الدستور، كلها تعديل ما أعرف شنو قانون التقاعد، هذه لا تعني المتظاهرين، لا تعني المنتفضين، لأنه هذا هم لديهم قناعة، هؤلاء الذين خرجوا قناعة أنه هذه الطبقة فاسدة كلها، وأنه هذا الإطار اللي يجمعهم هو فاسد وخرب وهو أساس الخراب، فلذلك لا يمكن أن يعولوا على الفاسد والمخرب والمهدم أن يبني شيئا جديدا، وهذه هي المعادلة الحقيقية. لذلك لا يمكن لهذه الفئة أن تتوافق مع هذه الجهة نهائيا مهما فعلوا مهما قالوا، والثورة ذاهبة إلى أهداف. وهذه هذا السؤال أوصلتنا إلى دكتور عبد الحميد العاني في دقيقتين ربما أقل. تحدثت الهيئة أنه النقطة الحرجة أو تظاهرات ستصل إلى النقطة الحرجة التي ستغير المسار السياسي في العراق. هل دخلنا مرحلة النقطة الحرجة؟ هل نحن في بداياتها؟ هل نحن في إرهاصات هذه المرحلة أو النقطة الحرجة التي جاء على ذكرها في رسالة الهيئة المفتوحة؟ باختصار يعني أولا لابد أن نضع في ذهننا، وهكذا يابد أنه الثوار يضعون في أذهانهم، أن طريق الثورة لا يمكن أن يكون طريقا سهلا ولا معبدا بالورود، وربما بل هو طريق شاق. ثانيا الوقت، المصادرة من أهم أسباب أي ثورة، انتصار أي ثورة، ولذلك المصادرة والمطاولة هو أمر ضروري. نعم نحن أمام منعطف خطير، ولا سيما أننا نرى أن أصحاب العملية السياسية ومن ورائهم حماة هذه العملية السياسية وتحديدا جارة السوق إيران بالتعامل والتخادم الكامل مع أمريكا يحاولون إجهاض هذه الثورة عبر أسلوب واحد وهو الحديد والنار بالقوة، وقد أطلقوا كلابهم وأطلقوا أجهزتهم وجهزوا عدة للقضاء عليها. لكن الذي يفشل مثل هذه الخطوات، خطوات القضاء والإجهاض على الثورة، هو أولا التلاحم الجماهيري، الجميع مطالب اليوم أن يقف مع هؤلاء الثوار، وثانيا المصابرة والمرابطة والمطاولة والإصرار على هذا السقف العالي من المطالب، حينئذ ستنجح إن شاء الله تعالى الثورة وتحقق أهدافها للوصول إلى الغد المشرق الذي يرنو إليه الجميع بإذن الله تعالى. أشكرك. بهذا نصل لمشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تم تسليط الضوء فيها ومناقشة مضامين رسالة هيئة علماء المسلمين المفتوحة إلى ثوار تشرين في العراق. كان معنا في هذه الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وكان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، وكان معنا أيضا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي العراقي الدكتور حامد الصراف. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.